دكتور عاطف، مرحبا بحضرتك. الآن الزيادة السكانية والأرقام التي أعلن عنها مؤخرا واستعرضناها في بداية الحلقة تشير إلى خطر كبير يواجه العالم. هناك علاقة بين الزيادة السكانية والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وأيضا الشباب من الممكن أن يكونوا عبء وتحدي أكبر من كونهم وسيلة للتنمية والازدهار. كيف ترى هذه الأرقام الأخيرة والاستراتيجيات التي لابد اتباعها في العالم العربي؟ هو طبعا اولا لازم نعرف ان في مشاكل، يعني مشكله سكانيه بتبقى على مستوى الدول بتفكر فيها بشكل مختلف عن الفرد او المواطن العادي. يعني الطلب، نقول الطلب يعني، او حب الاطفال، الرغبه في الانجاب بتختلف من دوله الى اخرى على مستوى العالم. كلما تقدم العالم ومؤشرات التنميه بدات ترتفع، كلما كان الرغبة في إنجاب مزيد الأطفال بتقل. يعني اليابان بيدور على طفل واحد، كوريا بتدور على طفل واحد، وأعتقد غرب أوروبا نفس الكلام. في الوطن العربي لازال هناك رغبة في إنجاب مزيد من الأطفال أكثر من 2 أو 3. يعني مصر يمكن أحدث مسح، الناس بتفضل 3 رغم أن الدولة بتفكر في 2 متوسط طبعا فقط لكل سيدة علشان يوصل للتوازن السكاني. فالقرار بيحصل داخل المجتمع في الأول. يعني لازم نعرف أن حتى قبل الوعي وقبل التفكير في الخدمة لازم نعرف أن الأساس هو قرار الإنسان وقرار الأزواج. لما أجي أشتغل على القرار ده علشان ياخدوا قرار رشيد وفي مجتمع يقدر الحرية الاختيار، لازم أكون أنا بستثمر في الأزواج وفي البني آدم، يعني في الناس، علشان يقدروا ياخدوا قرار جيد. قرار من ناحية إيه؟ قرار من ناحية كم طفل، المباعدة بين الأطفال، الزواج المبكر، كل دي قرارات لها علاقة بالصحة الإنجابية ومستقبل الأطفال مع الزمن. يعني فلازم أنا أستخدم التنمية بالتوازي مع تنظيم الأسرة. طيب السيطرة على هذا القرار دكتور عاطف إزاي بيكون أشكالها؟ يعني في دول اتبعت الفرض والقوانين واعتبرت أنه هذا النهج هو نهج قومي وليس متعلق برأي الفرد كما حدث في الصين على مدار عقود، وفي دول أخرى تركت الحرية للأسر والأزواج. كيف من الممكن أن نؤثر على هذه القرارات؟ لأنه الأمر أصبح له أبعاد قومية، أبعاد تنموية، ليس فقط بحرية شخصية فقط. يعني ده صحيح. طبعا هو حرية شخصية مطلقة في الدول الغربية، لأنه هو استثمر في الإنسان. هو عارف كويس جدا أنه هو لما بيخلق فرص عمل للسيدات بالذات عشان يسويهم بالرجال، هم بيفكروا 1000 مرة قبل ما يجيبوا الطفل اللي ممكن يكون مكلف بالنسبة لهم، زي ما بيحصل في دول شرق آسيا، الدول المتقدمة زي اليابان وكوريا وغيرها، حتى الصين. فده بيخليهم نفكر ان احنا اذا كنا بنخطط للتنمية وبنخطط للسكان في نفس الوقت لازم تكون في فترة طويلة للخطة، يعني لا تقل عن 20 سنة. الصين استغرقت حوالي 40 سنة ما بين في السبعينات لما بدأت تحدد بالإجبار أن طفل واحد لكل أسرة، بعد 40 سنة بدأت تعكس، يعني بدأت تقول لا أنا عايز الناس تجيب 3. فده معناها أن أنا وأنا بخطط، والكلام ده حتى في الدول النامية والدول العربية، ما أقدرش أخطط لمدة 1 أو 2 سنين. لازم وأنا بخطط أبقى عارف أن أنا بشتغل خطة تنموية وفي نفس الوقت بتيح برامج تنظيم الأسرة. يعني ايه برامج تنظيم الأسرة؟ يعني كل فرد وكل زوج وزوجته لازم يكونوا قادرين على الاستفادة من الخدمات في أي وقت وفي أي مكان، لأن في مشكلة في بعض الدول العربية الحمل غير مرغوب فيه. احنا يعني لو دخلنا في الموضوع ده وشفنا وراجعنا النتائج بتاعت الدراسات هنكتشف ان هناك العديد من الازواج ينجبون اطفال دون التخطيط لهم. بتوصل النسب ديت ل 20% من المواليد السنويه، وده رقم طبعا صحيح. معناها ان انا وانا بخطط لازم اساعد. طيب. مسألة التخطيط، أنا طبعا وضحت هذه الفكرة، أشكرك الدكتور عاطف أنك طرحتها. الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.